تجسيدا للوعود وتلبية لطلبات السكن بولاية تمنغست، تم توزيع أزيد من 900 وحدة سكنية بمختلف الصيغ وسط فرحة كبيرة للمواطنين. أنا من 2012، راني دازل، والحمد لله اليوم فرج ربي ورزقنا بالسكنة إن شاء الله، وإن شاء الله عقوبة اللي باقي إن شاء الله. إنا لله يا فرخ هادي يا زوز غغاراتين ور لي غير الزغن. الدوت تكلم لخر تكني قد اقترها هلان هلان فرخ غاس. لتنتقل هذه العائلات إلى مساكن لائقة، حلم لطالما رودها ليتحقق اليوم بعد الظفر بسكنات توفر لهم حياة كريمة. نشكر الوالي ونشكر رئيس الجمهورية ونشكرهم كاملين. والله عندي دروك 2008 دافع الدوسي وما خرجت لي إلى دروك وحمال ليكم. العدد تقريبا 1000 سكن، عندنا 956 سكن مديناها اليوم جديدة، وكي نديروا المجموع من 5 جويليا ل 10 أوت رانا مدين 1500 سكن رانا مديناها من 5 جويليا هذا اللي فات ل 10 أوت، ومازال عندنا في طور البناء تقريبا 300 ولا 400. المياه هذه اللي كانت باقية زدنا حولنا دروك الان عن قريب ان شاء الله اللجنه الدائره تزيد تخدم باش نوزعوها، ما خلوش ساكن هكا. ومن المنتظر ان تتواصل عمليات اخرى مماثله في الاشهر القليله القادمه.